لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع ثلاث آيات من سورة الأحزاب، والدرس يتعنصر في العناصر التالية. العنصر الأول مقدمات عامة حول الآيات الكريمات. العنصر الثاني التعريج على تفسير الآيات بما يفتح الله عز وجل به. العنصر الثالث الدروس المستفادة من الآيات بالإضافة إلى ما سبق. والعنصر ده هيبقى فيه مشاركة من حضراتكم، عشان كده ياريت يبقى معانا أوراق وأقلام، واللي يعني ربنا يفتح عليه بدرس مستفاد من الآيات سجله مكتوب عنده عشان ما ينسهوش. وإذا جاء وقت هذه الفقرة هنقول يا جماعة مين اللي عنده دروس مستفادة بس بالإضافة إلى ما ذكر. يعني افترض ان حضرتك مثلا ربنا يسر لك كده ويعني استفدت درس من الآيات، وأثناء التفسير ذكر هذا الدرس، تعمل ايه انت؟ تشطب عليه وتشوف غيره وهكذا عشان ما تكرروش تاني. العنصر الرابع وهو استفسارات حول الآيات. لو حضرتكم في أي أسئلة عن الآيات بنأجلها برضو ونكتبها عشان ما ننساهاش لغاية لما يجي معاد الاستفسارات نستفسر عن ما نريد. العنصر الخامس والسادس، ودول أهم عنصرين اللي هم الهدف الرئيس من التفسير في الحقيقة. العنصر الخامس هو أين نحن من هذه الآيات، يعني عاوزين نعرض أنفسنا على هذه الآيات ونشوف إحنا فين منها. برضو اللي يبدو له شيء من ذلك يسجله مكتوبا حتى إذا ما جاء وقته أفادنا بما عنده. العنصر السادس والأخير، أكثر الآيات تأثرا ولماذا؟ يعني أكثر آية تأثرت بها من هذه الآيات، يعني من خلال الآيات اللي احنا نقرأها، وإيه سبب تأثرك بها؟ ليه هي فازت بهذا أنها صارت أحسن أكثر آية؟ بلاش أحسن، دي أكثر آية تأثرت بها في الآية، لماذا؟ يبقى دول كده ستة إيه؟ ستة عناصر: مقدمة، تفسير، دروس مستفادة، استفسارات، أين نحن من الآيات، أكثر آية تأثرت بها ولماذا. نبدأ على بركة الله تعالى بالعنصر الأول وهو مقدمة حول الآيات. الآيات يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذه هي الآيات الثلاث من سورة الأحزاب، من الآية السادسة إلى الآية الثامنة. وسورة الأحزاب سورة مدنية باتفاق إلا آية منها، وسبق الكلام عنها في درس آخر على خلاف فيها، يعني مش محسوم فيها الكلام، اللي هي قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، على أساس أن يعني نزلت في شأن زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله عنه. فالبعض يرى أن هذه الآية مكية، والصحيح أن السورة كلها مدنية. مدنية يعني أنزلت بعد الهجرة، لأن الفرق بين المكي والمدني ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، يعني الفرق بينهم زماني وليس إيه؟ مكاني. وليس مكانيا. وسورة الأحزاب هي السورة التسعون بترتيب النزول،
سبقتها سورة آل عمران، وقيل سبقتها سورة الأنفال، وتلتها سورة المائدة، وهي السورة 33 بترتيب المصحف. طبعا في فرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف، لأن ترتيب النزول بينزل القرآن المكي أولا 82 سورة، وبعد كده بقية القرآن اللي هو المدني، سواء كان السور المدنية اللي هي 20 سورة، وفي 12 سورة فيها خلاف بين مكيتها ومدنيتها. ده ترتيب النزول يبقى بحسب الزمان. لكن ترتيب المصحف له ترتيب تاني، ممكن يبقى سورة مكية بعدها سورة مدنية وبعدها سورة مكية. يعني عندنا مثلا سورة الفاتحة، وإن كان مختلف في نزولها إلا أن الراجح أنها مكية، وبعدين سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، دي كلها سور إيه؟ مدنية. تأتي الأنعام والأعراف مكيتان، تأتي الأنفال والتوبة مدنيتان، تأتي سورة يونس وهود ويوسف مكيات، الرعد فيها خلاف، الحجر مكية، النحل مكية، الإسراء مكية، الكهف ومريم وطه والأنبياء مكية، الحج وهكذا. يعني واخد بالك، فترتيب المصحف مش مرتبط بمسألة الايه المكي والمدني، لكن يرتبط بترتيب، هل هو ترتيب توقيفي أو اجتهادي. المسألة فيها تفصيل ليس هذا مجاله، وأجمعت الأمة على هذا الترتيب، فخلاص يعني لا ثمرة من الايه من الخلاف فيه. تمام. طيب، سورة الأحزاب آياتها 73 آية بلا خلاف. وكلماتها 1280 كلمة، وحروفها 5796 حرفا. هذه الآيات التي بين أيدينا، الآيات الثلاث من السادسة إلى الثامنة، سبقتها بداية سورة الأحزاب التي تتكلم عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتقوى واتباع الوحي والتوكل على الله وتصحيح لمفاهيم الجاهلية من مسألة الظهار، وأن الرجل يجعل زوجته كأمه، وكذلك قضية التبني التي كانت قضية كبرى عندهم وصححتها الآيات السابقة. فربما يعني حدث في صدر بعض الناس شيء من هذا التصحيح. يعني الإنسان يا جماعة لما بيعتاد شيء، بيتعود على شيء، فبيصعب عليه تغييره، بالذات إذا كانت عادة اجتماعية. يعني مثلا لو تذكرون مثلا أيام المعازي والصواني، دي كانت عادة اجتماعية منتشرة، وكان مع الوقت ومع الوعي بفضل الله عز وجل قلت جدا المعازي، بس خدت عشرات السنين مش كده. فبرضك ايه، عشان تيجي تزيل عادة اجتماعية موجودة، دي محتاجة الوقت طويل. فكان مسألة التبني، كان عندهم التبني، الرجل يتبنى طفلا ليس ابنه في الحقيقة، ولكنه يتبناه وينسبه لنفسه، وبالتالي يعامله معاملة الأبناء الصلبيين تمام. يعني إيه؟ يعني يرث مع الأبناء الصلبيين، تنكشف عليه المرأة اللي هي زوجة الرجل الذي تبناه، وتنكشف عليه البنات اللواتي هن بنات الرجل الذي تبناه، لا يتزوج منهن، يعني ياخد كل صلاحيات الايه الابن الصلبي تماما. فطبعا عشان تيجي انت تهد حاجه زي كده، موضوع صعب جدا. وبالتالي جاءت الايات تهدم هذا الامر، مساله التبني، بل وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حيث تزوج بمطلقه متبناه اللي هي مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. فطبعا الموضوع ده عمل ثوره جامده خالص، لكن لابد من التغيير، لابد من التغيير. والله عز وجل حكيم، لذلك أن الله عز وجل قال له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فجاءت هذه الآيات التي بين أيدينا لتبين لنا أننا لا ندرك مصلحتنا
كما يدركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو يعلم مصلحتك وهو حريص على الخير، إيصال الخير لك، أولى من نفسك، يعني حريص على مصلحتك أكتر منك، عشان تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي وحي من الله سبحانه وتعالى، سواء في القرآن أو أو في السنة. لما يقول لك ما تظاهرش والظهار حرام، وما تزوجتك عمرها ما تبقى أمك، تسمع الكلام. لما يقول لك التبني، لا ده حرام التبني، ممكن تاخد الطفل وتربيه وتحسن إليه، بس من الأول يبقى معروف إن هو مش ابنك، وهو يبقى عارف كده، والمجتمع كله عارف كده، وولادك عارفين كده، ويبقى الأمر واضح، ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. طيب، مناسبة هذه الآيات لما بعدها، طبعا الآيات دي بتتكلم عن يعني إيه أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بك أكثر من نفسك، وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعوات، وعن نسخ مسألة في من مسائل المواريث، وعن أن الصادقين سيسألون عن صدقهم. جاءت بعد ذلك الآيات تتحدث عن غزوة الأحزاب التي كان فيها اختبار قاسي جدا على المسلمين، والحمد لله نجحوا في هذا الاختبار، فبين الله في غزوة الأحزاب الصادق من غيره. تمام. طيب، العنصر الثاني التفسير، تفسير هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد أولى بنا من إيه؟ من أنفسنا في الدنيا والآخرة. أولى بنا من أنفسنا في الدنيا والآخرة. طيب، في الدنيا إزاي يا جماعة؟ في الدنيا كان الأول لما يموت إنسان من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، كان يسأل هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين قال إيه؟ صلوا على صاحبه. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي إلى صلاة على أحد الصحابة رضي الله عنه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه 3 دراهم. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صحابي آخر يا رسول الله صلي وعلي إيه؟ وعلي دينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعلا، وظل يتابع أبا قتادة أياما، كلما لقيه سأله عن الدراهم، حتى قال رسول الله أديتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلده خلاص. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. من مات وعنده مال فماله إيه؟ لورثته، ومن مات وعلي دين فعلي إيه؟ فعلي دينه. تمام. طيب، كذلك لما حدث يعني صوت قوي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس إذ بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم عائد، يرون النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني هو الذي سبقهم ويعني جاء ليطمئنهم أنه ليس هناك خطر عليهم. تمام. والله عز وجل قال إيه؟ لقد جاءكم رسول إيه؟ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم من البشر، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه يشق عليه عنتكم ومشقتكم، مش عاوز يصعب عليكم، حريص عليكم، هو أحرص عليكم من إيه؟ من أنفسكم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رؤوف الرحيم صلى الله صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى إيه؟ يبقى عزيز عليكم ما عنتم، يعني أرفع عنكم المشق، حريص عليكم يعني أحرص عليكم من إيه؟ من أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم حب يضرب لنا مثال يوضح لنا المعنى ده يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراشات والجنادب يقعن فيها وهو يمنعهن، فأنا آخذ بحجزكم
عن النار ولكنكم تفلتون مني. يعني ايه؟ واحد ولع نار، الفراش طبيعته ايه؟ رايح ناحية النار، مفكر ان ده الضوء وده حاجة هينتفع بيها، فما يشعر الا وقد ايه؟ احترق. فكأن صاحب النار عمال يحوش الفراش عشان ما يدخلش النار، وبالتالي الفراش ايه؟ مش واخد باله من مصلحته، فعمال يجري على النار مفكرها دي كويسة، وبالتالي ما يكتشفش الا بعد ما يحترق، خلاص ما عادش هيقفها الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، بيحوشنا عن النار واحنا مش مدركين خطورة النار، الا بعد ما العياذ بالله البعض يقع فيها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تمام، ده مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا اكتر من نفسنا، وحريص على مصلحتنا اكتر من نفسنا. كذلك الله عز وجل يقول: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينكم ورؤوف ورحيم بكم، لو يسمع كلامكم في كل اللي انتم عاوزينه لعنتم، اي لاصابكم العنت والايه؟ والمشقه. تمام، لاصابكم العنت والمشقه. طيب زي ايه مثلا؟ زي لما الثلاثة نفر الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادته فكانهم ايه؟ تقالوا. خدت بالك؟ قال اما احدهم فقال: انا اصوم الليل ولا النهار ولا افطر، والثاني قال: اصلي الليل ولا ارقد، والثالث قال: وانا لا اتزوج النساء، والرابع قال: وانا لا اكل اللحم. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم الذين قلتم كذا وكذا، لكني ايه؟ اصلي وارقد واصوم وانام، واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي ايه؟ فليس مني. لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام ارادوا ان يواصلوا، فقال: ايكم مثلي؟ اني ابيت عند ربي يطعمني وايه؟ ويسقيني. لكنهم من حرصهم على الخير رغبوا في الوصال، فواصل ابن مسلم يوما ويومين وثلاثة حتى ظهر الهلال، فقال: والله لو لم يظهر الهلال لزدتكم. كالمنكل إيه؟ كالمنكل لهم. في غزوة حنين لما يعني حصل أن المسلمين انتصروا في الآخر يعني على أهل الطائف على المشركين، بقي حصن يعني استعصى المسلمين فتحه وظلوا أياما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مصبح على ظهر. يعني إيه؟ خلاص إحنا عجزنا يا جماعة عن فتح هذا الحصن، فأنا بكرة الصبح هنمشي نروح، اللي إحنا عاوزينه تم، إحنا ربنا نصرنا عليهم والناس خافت مننا وكده، الرسالة إيه؟ وصلت. ما جتش على الحصن ده، إحنا لو سبناهم ومشينا هتبقى الرسالة زي ما هي. قال رسول الله: لابد من فتحه. فصبر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الأول شووهم بالسهام، لأن الحصن عالي والصحابة تحت، فأصحاب الحصن شووهم بالسهام، منهم من قتل ومنهم من جرح جراحات كثيرة، يوم اثنين ثلاثة نفس الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مصبح على ظهر. فساعتها إيه؟ كل شيء خلاص، كله التزم. مش هينفع التليفون ده على فكرة يا جماعة، كله التزم. فبالتالي لو سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول، يعني رحيم بهم صلى الله عليه وسلم، يعلم مصلحتهم أكثر منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا إلا دللتكم عليه، وما تركت شرا إلا إيه؟ حذرتكم منه أو نهيتكم عنه. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبياء، فإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فاجتنبوا. تمام كده؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كمان يعني يرفض كلامهم. طبعا عارفين في أمثلة كتيرة زي صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية، شوف الصحابة كانوا عاملين إزاي، أبو بكر عمر كان عامل إزاي، والصحابة كانوا عاملين إزاي، عارفين أنتوا المواقف. لما عمر خلاص ضاق به الأمر وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. ها، ولما جه النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنحر الايه الهدي بتاعهم وحلق الشعر والتحلل من الإحرام، ها ما عملوش كده، زعلانين عاوزين يخشوا مكة.
ليس اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل يأتي نسخ مثلا أو يحدث أي شيء. ما استجابوا إلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فنحر بدنه وحلق شعره وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر أيضا بالتخفيف على الأمة، يعني مش مسألة بأن هم يطلبوا حاجات ويرفضها عشان مصلحتهم، لا، ده كان يبادر أيضا بالتخفيف على الأمة. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. هم ما تكلموش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه هو اللي بادر بهذا الشيء. لما صلى بهم 3 ليالي التراويح ثم لم يخرج لهم بعد ذلك، وكثر الناس وامتلأ المسجد، وراحوا يرمون الباب بالحصى، باب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى، عشان يعني احنا موجودين الجامع مليان، عاوزينك تطلع لنا يعني. في صلاة الفجر قال: خشيت ان تفرض عليكم. شايفين يا جماعة يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فضلا عن الشفاعة، وموقف الشفاعة بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، ويشفع في كثير من المؤمنين، ويشفع في من وجبت له النار أن يدخل الجنة، ويشفع في من له درجة في الجنة أن يعلو درجات ودرجات، ويشفع في من دخل النار أن يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، يعني كل الأنبياء أتون يوم القيامة يقولون يا رب سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي أولى بنا من أنفسنا، يعني النبي أولى بنا من أنفسنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام كده؟ يبقى يعني لا يكتمل إيمانك الواجب إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرأ النبي أولى بمن أنفسهم، فيعني عمر قال: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المنزل، يعني باستجابتك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تمام؟ وخبيب ابن عدي رضي الله عنه لما أخذه المشركون وأسروه وذهبوا به إلى التنعيم ليقتلوه، وراحوا يعذبونه، قالوا: أما يسرك أن تكون معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك في الحبس؟ قال: والله ما يسرني أن أكون معافا في أهلي ومالي ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن يكن في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وقتلوه رضي الله عنه. أشياء كثيرة تدل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم أنه أعلم بهم من أنفسهم، وأحرص على مصالحهم وما ينفعهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تمام؟ طيب، في قراءة لأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم: وهو أب لهم، وهو أب لهم، وهو أب لهم. دي في روايتين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. في رواية تانية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجه أمهاتهم وهو أب لهم. في الآخر هي قراءة شاذة ليست قرآنا، والقراءة الشاذة تعامل معاملة حديث الآحاد، يعني يحتج بها في التفسير، ولا تسمى ولا تسمى قرآنا. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم
إنما أنا لكم بمنزلة الإيه؟ الوالد أعلمكم. ها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والد لهذه الإيه؟ الأمة. تمام كده؟ طيب والد لهذه الأمة رجالا ونساء، لكن هو بمنزلة الوالد. يعني إيه؟ يعني في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الوالد من جهة الاحترام والإعظام والتقدير، وأشد من ذلك أيضا، أشد من منزلة الإيه؟ الوالد أيضا. لكن يجوز أن يتزوج من إيه؟ من بنات الأمة، من 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 بنات الأمة، مع أنهم كلهم إيه؟ بناته. بنفس المنطق هو والد، يبقى كل المسلمين أولاد، ها؟ بس طبعا إيه؟ مش أولاد من النسب. وهذا كما قال لوط عليه السلام لقومه لما يعني فضلوا ارتكاب الفاحشة، اتيان الرجال، قال هؤلاء ايه؟ بناتي هن اطهر لكم. ده بيكلم مين كده؟ ده بيكلم قومه كلهم. تمام؟ طيب هو بناته هيكفوا الناس دول كلهم؟ ده هو ما كانش عنده غير بنتين، سيدنا لوط عليه السلام، لكن يقصد ايه؟ بنات الأمة، بنات القوم بتاعه دول، بناته هن اطهر لكم، اتجوزوا البنات بدل ما تاتوا الايه؟ الذكرانه من الايه؟ من العالمين. تمام كده؟ طيب وازواجه امهاتهم، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات للمؤمنين، امهات للمؤمنين، السيده عائشه والسيده حفصه والسيده خديجه والسيده ام سلمة والسيده سوده بنت زمعه والسيده زينب بنت خزيمه، السيده زينب بنت جحش والسيده ميمونه بنت الحارث، خدت بال حضرتك، والسيدة جواريه بنت الحارث والسيدة صفية بنت حيي، ها؟ كل دولت أمهات إيه؟ أمهات المؤمنين. طيب أمهات المؤمنين يعني إيه؟ في الفضل والاحترام برضك، خدت بالك؟ وكمان في إيه كمان؟ أنه لا يجوز أن يتزوج أحد من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تطليقه لها، ها؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إيه؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله إيه؟ عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني إن تبدوا شيئا رغبة في زواج بمطلقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأرملته، أو تخفوه يعني تحدثكم نفوسكم وتتمنى النفس الزواج من هذه المرأة، ها؟ الله عليم وسيحاسبكم على إيه؟ على هذا الظن السيء والعياذ بالله. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لليه؟ للمؤمنين بهذا المعنى اللي هو الاحترام وتحريم الايه؟ الزواج. كذلك ليس معنى انهن امهات المؤمنين ان اخوانهم اخوال المؤمنين، يعني في خلاف هل هم اخوال المؤمنين ولا لا، بس على كل حتى من قالوا باخوال المؤمنين قالوا ان دي صفه شرفيه، يعني مثلا ايه؟ مش هيترتب عليها المحرمات او الميراث او الحاجات دي كلها. كذلك إذا كانت أمهات المؤمنين، إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يجوز المؤمنين أن إيه؟ أن يتكلموا معهن هكذا، يعني تتكشف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين، بعض الرجال. لا، قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب. ولا يجوز ان، وليس محرما لها، يعني ما ينفعش ياخدها ويسافر بها على اساس ان دي ام المؤمنين تبقى امنا كمان، لا يجوز، ولا يجوز الخلوه بها. خدت بال حضرتك؟ دي طبعا كلها احكام انتهت بموت ايه؟ بموت زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. وازواجه امهاتهم. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ايه اولو الارحام؟ الأقارب. الأرحام جمع رحم، والرحم هو مستقر الجنين في بطن الأم، ده أساسها. الرحم هو مستقر الجنين في بطن الأم، خدت بالك؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في إيه؟ هو ده الرحم، قرار مكين. تمام؟ طيب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إيه الحكاية دي يا جماعة؟ في الأول، أول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة، أخى بين المهاجرين والأنصار. فكان اللي بيحصل إيه؟ إن المهاجري والأنصار اللي هم أخوات دول، لو مات إيه؟ أحدهما يرثه الإيه؟ يرثه الآخر. فكان عندهم الميراث
حتى في الجاهلية كمان قبل الإسلام كان الميراث بحاجتين، بالولاء والحلف. خدت بالك؟ الحلف يعني ايه؟ يعني واحد يجي لواحد ويقول له بص احنا اخوات، واذا انا مت انت ترثني، واذا انت مت انا ارثك، اتفقان على ذلك، ده بيسموه بالحلف. التحالف بينهما على ايه؟ على ذلك. فجاء الاسلام نهى عن ايه؟ عن هذا، وصار التوارث بين ايه؟ أولو الأرحام اللي هم الأقارب فقط، زي سورة الأنفال ربنا عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، اللي بتقول إيه؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فبالتالي عاد الميراث بين إيه؟ أولي الأرحام القرابة فقط، على التفسير اللي موجود بقى في سورة النساء وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم المواريث. تمام؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. المؤمنون كلمة عامة تشمل كل الايه؟ كل المسلمين. والمهاجرون كلمة خاصة. يبقى المهاجرون ديت ايه؟ من المؤمنين والمهاجرين. المهاجرين عطف خاص على عام، يعني والمهاجرين الواو دي تفيد ايه؟ العطف. طب مش المهاجرون من جنس المؤمنين؟ يعني لو قال في غير القرآن اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وخلاص، خلاص. لكن ايه ده حكايه والمهاجرين؟ قال هذا من باب عطف الخاص على الايه؟ العام. طب ليه عطف المهاجرين خاصهم ليه بالذكر؟ لان هم اللي كانوا بيورثوا من الايه؟ من الانصار لما حصل مؤاخاه بينهم وبين الايه؟ الانصار. فكان يرث الأنصاري المهاجري، وكان المهاجري يرث الأنصاري. فبحكم طبعا أن في البداية كان المهاجرين ما معهمش حاجة، فبالتالي غالبا لو مات الأنصاري كان المهاجري بيجد شيء يرثه، إنما لو مات المهاجري غالبا كان لا يجد الأنصاري شيئا يرثه من المهاجري، حتى فتح الله عز وجل إيه بعد ذلك عليه. فلذلك عطف المهاجرين وخصهم بالذكر لهذه الفائدة، والله أعلم. طيب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله اللي هو القرآن، أو ممكن تبقى كلمة كتاب الله أي في حكم الله، ربنا هو اللي حكم بكده، ده التشريع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. من المؤمنين والمهاجرين، يا ترى من المؤمنين والمهاجرين؟ يعني أولو الأرحام أولى من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين؟ يبقى دي نسخ كده. تمام، هو المعنى النسخ موجود، لكن هل تفيده كلمة من المؤمنين والمهاجرين إن دول أولى من دول؟ يعني من دي تفيد الإيه؟ التفريق، إن دول أولى من دول، ولا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين؟ يعني كأن من المؤمنين أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين هم الأولى، واخدين بالكم الفرق ولا إيه؟ يعني لو كانوا كفار. أيوة كفار. أحسنت، يعني لو كانوا كفار وأولو أرحام ما يرثوش من المؤمنين، ولا المؤمنون يرثون ايه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، والكافر الايه؟ المسلم. واضح كده؟ يبقى من دي بتفيدني ايه؟ معنيين. إيه؟ المعنى الاولاني معنى التفضيل، الاولويه، ان الارحام اولى في الميراث من بقيه المؤمنين والمهاجرين. والمعنى الثاني ان من دي بتدل على الوصف، شرط الاولي الارحام عشان يحصل توارث بينهم إيه؟ إن يكونوا إيه؟ مؤمنين أو حتى مهاجرين، يبقى كمان كويس. المعنيين محتملين في إيه؟ في كلمة إيه؟ كلمة من. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا إيه؟ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. طيب يا جماعة، هو إحنا عندنا في الميراث أنه المقدم على مين؟ هل العصابات مقدمة على الأرحام، ولا الأرحام مقدمة على العصابات؟ لا شك أن العصابات مقدمة. طيب، والأرحام في حالة عدم وجود عصابات أو عدم استيفاء العصابات للتركة، يعني هم العصابات موجودين أصحاب فروض، بس التركة ما استوفيتش ولم يبقى إلا أولو الأرحام، فبالتالي إيه؟ طب إزاي؟ يعني إزاي قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ هنا يا جماعة مسألة العصابات والأرحام ده مصطلح فقهي، مصطلح
فقه، ما جاش عليه نص من القرآن أو السنة، بس من خلال استقراء توزيع التركة وأصحاب الفروض وكده تبين أن العصابات اللي هم جهة الأب أولى بالإيه، أو هم أصحاب الفروض أكثر من الإيه، من الأرحام. لكن كلمة أولو الأرحام عامة تشمل القرابة، أصحاب القرابة، وخدت برأي بالأرحام هنا، وأولو الأرحام بعضهم أي الأقارب، تمام كده، يبقى المعنى أوسع. زي صلة الرحم مثلا، ما هو صلة الرحم جاء بها الأمر كتير في القرآن والسنة، فهل صلة الرحم اللي هم من جهة الأم فقط يا جماعة، ولا من جهة الأب والأم اللي هم الأقارب كلهم؟ بل بالعكس، من جهة الأب أولى، تمام، والله أعلم. طيب، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إيه معروفا. يعني إيه تفعلوا إلى أوليائكم معروفا؟ دلوقتي دول مش ورثة، واخد بالك؟ فأنت حضرتك هتوصي، يبقى ده معروف، خدت بالك؟ طيب، وافرض ان انت احسنت اليهم في حياتك باي نوع من انواع الاحسان، لان كلمه معروف كلمه ايه، عامه شامله لكل ايه، لكل الخير، لكل خير، فهتعمل معهم معروف، الوصيه من ضمن الايه، من ضمن هذا الايه المعروف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصيه ايه لوارث، لا وصيه لوارث. طيب، يا ترى الى اوليائكم دي المسلمون ولا الكفار؟ يعني مثلا يا جماعه، واحد مات، واحد مثلا في دوله اوروبيه، والراجل ده اسلم وبعدين مات، وامه وابوه كفار، هل مثلا هو عشان عنده مال وبيحب امه وابوه مع انهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء صلي امك وكده، هل ممكن مثلا هو يوصلهم، يوصي لهم؟ هم كده مش هيورثوه، رغم انهم ابوه وامه، بس مش هيورثوه. ليه؟ لانهم كفار. فهل يجوز ان يوصي لهم؟ البعض قال ان الايه هذه دليل على ذلك. طبعا حتى لو الايه دي مش موجوده يجوز ان يوصي، لان الوصيه ممكن توصي لاي حد مسلم او كافر، الوصيه ما فيهاش مشكله، لكن اعتبروا ان الايه دي دليل من ضمن الادله. رد عليهم الفريق الاخر وقال لا، انتم ما خدتوش بالكم من حاجه في الايه اللي هي ايه، الا ان تفعلوا الى ايه، اوليائكم، والموالاه لا تكون الا بين الايه، المؤمنين. يبقى هنا الآية دي بتتكلم عن الايه، الأولياء المؤمنين الذين ليس لهم ايه في الميراث، يبقى تحسنوا إليهم كما قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ايه، تمام كده. طيب، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. ايه الكتاب ده يا جماعة؟ اللوح المحفوظ أو القرآن، تحتمل الاثنين. ها يعني ايه؟ يعني الحكم ده موجود في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة، وان ربنا هيحكم بده بعد ما كنت بتورثه من بعض كمؤاخاة في الاسلام وكده. لا، معروف الاقارب، مكتوب ده مكتوب عند ربنا، مش لسه جديد يعني، او في الكتاب اللي هو القرآن الكريم، طبعا بنص القرآن موجود اهو، كان ذلك في الكتاب ايه، مسطور. ثم يقول الله عز وجل واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا واذكر يا محمد وقت أن أخذنا من النبيين إيه؟ ميثاقا. الله، هو جماعة ربنا أخذ الميثاق على مين؟ ده علينا كلنا، ميثاق الذر، فاكرينه؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا وما فعل الذين يبطلون. وإحنا كمان ربنا أخذ علينا الميثاق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أمة كده، واذكروا نعمة الله عليكم وإيه وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم إيه سمعنا وأطعنا. وربنا ذكرنا بالأمم السابقة، كل أمة ربنا أخذ عليها المواثيق والعهود أن تطيع إيه نبيها، منهم من أطاع ومنهم من عصى، كما فصلته سورة إيه؟ المائدة. اللي أطاعوا كان جزاهم إيه عند ربنا في الدنيا والآخرة، والذين عصوا ولم يفروا بالميثاق كان جزاهم إيه عند ربنا في الدنيا والآخرة. تمام؟ خلاص، كل دي المواثيق خلاص. أما ليه الميثاق اللي ربنا أخذه على النبيين؟ إن خلي بالك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. يبقى الآية دي أثبتت يا جماعة أن هذا الميثاق ميثاق مخصوص بالنبيين،
بدليل انه لم يؤخذ عليهم الا بعد ان صاروا ايه نبيين. في سوره آل عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ها لا مش دي لا 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 قال اقررتم ايوه هي بس هات لي اول الايه دي واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه هي الايه كده صح ايوه اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول يبقى هو ده الميثاق اللي ربنا اخذه على النبيين اهو يبقى كان الايه بتاعه سوره الاحزاب مجمله وفسرتها ايه سوره ايه آل عمران صح كده تفصيلها اهو واذا اخذ الله ميثاق انا مش عارف الايه كده صح النبيين صح يا شيخ اذا اخذ الله ميثاق النبيين واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واذا اخذ الله ميثاق النبيين يبقى ربنا اخذ ميثاقهم وهم ايه يا جماعه أنبياء. وهم انبياء صح كده ايه الميثاق بقى نص الميثاق لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه ده نص الوثيقه نص الميثاق اللي ربنا اخذه على جميع الانبياء والمرسلين خدت بالك لما اتيتكم يعني قد اتيتكم من الكتاب والحكمه اللي هو زي القران والسنه عندنا يعني ده برضو عند كل نبي ينزل على ربنا كان ينزل عليه كتاب وكان هو كان يتكلم والاثنين واحد ثم جاءكم رسول كلمه رسول ديت نكره في سياق الاثبات تفيد الايه العموم ها يا ترى هل المقصود بها كل رسول ياتي بعد اي نبي او بعد اي رسول يجب على اتباعه ان يتبعوه ولا المقصود بالرسول اللي هو نكره هنا اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى عام اريد به الخصوص ما فيش مانع يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه القران وحمان ايه ذو وجوه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني مصدق لما معكم يعني بيأيد التوراة والإنجيل النبي صلى الله عليه وسلم جه أيد التوراة والإنجيل وعيسى جه أيد التوراة خدت بالك وكل نبي يأتي يؤيد إيه من سبقه خلاص فيبقى الميثاق المأخوذ ده أن يجب على كل نبي أن يؤمن بمن سبقه ويجب على أتباع كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران وذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء بشروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألزموا أتباعهم أن يؤمنوا به ورقة بن نوفل قال لأنصرنك نصرا مؤزرا حتى بل حضرتك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن فيموت على ذلك إلا إيه إلا أدخله الله النار لان ان الدين عند الله الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء اخوه لعلاه ديننا واحد وامهاتنا ايه شتى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فالدين دين الاسلام والانبياء كلهم جاءوا بالاسلام والاصول واحده عند الانبياء كلهم ودين واحد بس ايه الفرق في كيفيه الشرائع او في بعض الشرائع يعني في شرائع موجوده عندنا مش موجوده عند غيرنا وفيه نفس الشرائع موجودة عند غيرنا بس مش بنفس الايه الكيفية زي الصلاة مثلا والزكاة والصيام وكده تمام لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم يبقى خلاص نص الميثاق خلاص هتؤمنوا به وهتنصروه أقررتم يعني هتوقعهم قالوا أقررنا طب التوقيع يكفي ولا لازم شهود قال فاشهدوا انتوا اشهدوا وانا معكم ايه ربنا كمان شهد معاه طيب العقوبه الشرط الجزائي اللي خالف فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الايه هم الفاسقون تمام واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منكم ميثاقا غليظا الا طب ما هو الميثاق اللي اخذ على النبيين ده هو اللي أخذ على الخمسة دول عليهم جميعا الصلاة والسلام لماذا خصهم بالذكر لأن دول بيقولوا عليهم أولو العزم أولو العزم والرسل كلهم أولو عزم يعني الرسل كلهم أولو عزم أولو صبر يعني وجلد وتحمل وقوة وصبر على الدعوة وكده لكن دول بالذات
أشد الرسل إيه عزما يعني. خلاص طيب، إيه الميثاق اللي ربنا أخده على الخمسة دول رضي الله عليهم الصلاة والسلام؟ ربنا بينه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين إيه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أهو الخمسة هم صح. إيه الوصية بقى اللي ربنا، إيه الميثاق؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خدت بالك؟ يبقى إقامة الدين وعدم التفرقة فيه. خدت بالك؟ إقامة الدين إزاي؟ أن يقيموه في أنفسهم وأن يبلغوه للناس. يبقى ده الميثاق الخاص اللي ربنا شدد عليهم فيه، عشان كده قال: وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. غليظا يعني إيه؟ قويا شديدا. ها؟ طيب، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ده عطف الخاص على العام، لأنهم داخلين في النبيين ولا لا؟ داخلين فيه. طيب، بدأ بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ أشرفهم. لماذا بدأ به مع أنه آخر واحد؟ لأنه خيرهم صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله أجمعين، فكان حقه أن يبدأ إيه؟ به. طيب، وبقية الأنبياء خدهم بالترتيب الزمني: نوح الأول، بعدين إبراهيم، وبعدين موسى، وبعدين عيسى. الترتيب الزمني كده صح؟ تمام. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. لا، طب ليه عيسى بن مريم؟ يعني ما قالش منك يا محمد بن عبد الله ونوح بن مش عارف إيه وإبراهيم بن آزر وموسى بن عمران؟ ليه عيسى بن مريم؟ إن له خلق غريب. ها، هو أكمل الرباعية الخلقية، إن الخلق في أربع احتمالات، هو حقق الاحتمالية الرابعة. ها، اللي هو وجود إنسان من غير أم ولا أب خالص، اللي هو آدم عليه السلام، وجود إنسان من أب بلا أم اللي هي حواء، وجود بقية البشر من أب وأم اللي هو إحنا، فضل احتمالية رابعة اللي هو وجود إنسان من أم بلا أب فكان سيدنا عيسى، عشان كده قال عيسى ابن مريم، عشان كده خصها. خلاص طيب، ده كلام جميل. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا الآية دي يا جماعة صعبة جدا. هيسأل مين يا جماعة؟ مين اللي أخبر أنهم صادقون؟ ربنا شهد لهم بالإيه؟ وحيتسأل عن صدقهم. حاجة صعبة جدا. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فماذا عن غيرهم؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب، يا ترى الصادقون دول حاجة خاصة ولا عامة؟ بعض المفسرين قال الصادقون في هذه الآية هم الرسل، إن ربنا حيسألهم بلغتم ولا لا، وإحنا عارفين طبعا الموقف الصعب يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة إيه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه شهيدة. إن ربنا بيسأل الأمم: هل جاءكم نذير؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب، ألا أرسل إليكم رسولي فلان؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال: ألم يبلغكم؟ قال: هل بلغت؟ قال: يا رب بلغت. فينكرون، فيقول: من يشهد لك؟ ما يلاقيش حد يشهد، فيقول إيه؟ محمد وإيه؟ صمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، يعني هذه الأمة، ولا على هؤلاء يعني على كل الإيه الأمم، على كل الأمم. تمام كده؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الإيه على الناس. تمام. طيب، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ولا الصادقون تشمل كل من صدق؟ تشمل كل من صدق، بدليل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في الصحابة رضي الله عنهم: منهم من قضى نحبه إلا مات أو قتل في غزوة من الغزوات أو كده، ومنهم من ينتظر، منهم لسه عايش. ويقال: نزلت في ناسب النظر، كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعد للكافرين عذابا أليما. صعبة الجملة دي خلاص يا جماعة. مين اللي أعد؟ يعني هو حتى لو عذاب كده هو خلاص كان هيبقى صعب جدا، لكن عذاب معد.
دي أصعب. وبعدين من المعد؟ الله عز وجل مش البشر طبعا، مفيش وجه مقارنة، فده أصعب. وبعدين يريده أعد عذابا، بس عذابا إيه؟ أليما يعني مؤلما. من اللي بيخبر أنه العذاب ده مؤلم؟ رب العالمين. صعب خالص يا جماعة، صعب خالص. ده أعده الله عز وجل للإيه؟ للكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ده يعني باختصار شديد تفسير هذه الآيات. وننتقل للعنصر الثالث اللي حضراتكم هتشاركوا فيه، اللي هو الدروس المستفادة من الآيات. لو حد عنده دروس مستفادة بالإضافة إلى ما ذكر يتفضل وتحفنا بيها. ها، حد يطلع لنا درس مستفاد كده من الآيات؟ الآية دي كان فيها جبر خواطر المؤمنين. آية إيه؟ أنه فيهم النبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. جبر خواطر المؤمنين كيف؟ لما ربنا عز وجل حكم التبني. تمام. كأن المؤمنين يعني حق في نفوسهم، يعني إيه موقع النبي صلى الله عليه وسلم فينا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. طيب، حد عنده درس تاني؟ تخرجوا ما عندكم. طيب ننتقل للاستفسارات. حد عنده استفسارات في الآيات؟ على فكرة لو ما فيش استفسارات يبقى ده نجاح الدرس. لو ما فيش استفسارات يبقى نجاح ليا، ولو في استفسارات يبقى نجاح لكم. طيب ننتقل للعنصر الخامس اللي هو أين نحن من هذه الآيات. يعني أين نحن من هذه الآيات؟ يعني أنا سمعت تفسير الآيات دهيت وفهمت، إيه القرارات اللي أنا هتخذها بعد سماع التفسير هذه الآيات؟ طيب كيف أعرض نفسي على الآيات وأحاسب نفسي؟ هل عندي خطة عمل ممكن أعملها أو أجهزها أطلع بيها من هذه الآيات؟ أطلع بورقة عمل، ورقة عمل من الآيات، ولا إحنا قاعدين نسمع تفسيره خلاص؟ والتفسير ده الثمرة منه إيه؟ العمل يا جماعة. هو ربط الأمة بالقرآن عشان الحتة دي، عشان حتة إحنا لما نعرف تفسير الآيات، ما الآيات إحنا حافظينها كلنا، ها؟ لكن مين اللي قرأ في تفسيرها أو اهتم إنه يعرف تفسيرها؟ مش كلنا. وبالتالي خلاص أنا عرفت تفسيرها، وطبعا مش كله ده فيه، يعني في أكتر من كده بكتير، خدت بال حضراتكم؟ لكن على ضوء ما سمعت، إيه القرارات اللي أنا هتخذها بعد سماع تفسير هذه الآيات؟ أول قرار إن إحنا ممكن الإنسان فينا يحاول يطبق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لأن لما شاف حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون هو حريص إن هو يكون منفذ لسنة معينة. فعلا، يعني إيه؟ إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الخير. وما دام أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص عليا من نفسي ويخاف عليا أكتر من نفسي، يبقى أنا لازم أسمع كلامه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، مهما قال القائلون ومهما أورد الموردون من شبهات. جزاك الله خير. ها، في قرار تاني حد اتخذه يا جماعة أو هيتخذه إن شاء الله في الفترة القادمة لما سمع الآيات دي، تفسير الآيات دي بناء على اللي سمعه من تفسير الآيات؟ ها، بيان فضل أمهات المؤمنين ومواجهة ما يقول. ده الدرس المستفاد اللي كان في الفقرة الثالثة. جزاك الله خير. ده بيان فضل أمهات المؤمنين. طيب القرار اللي حضرتك هتتخذه بعد سماعك للآيات؟ ما انا كنت لسه ما كملتش الشيء. طب كمل يا شيخ. بيان فضل امهات المؤمنين مواجهه لهؤلاء الفجره الذين يطعنون ويسبون في امهات المؤمنين. طيب يعني انت عاوز تاخد قرار ان انت تبين الخطب او الدروس. نبين. نبين، احسنت. يعني فعلا القرار اللي احنا ممكن نتخذه بعد سماع تفسير الايات ان احنا نبين للناس عن طريق الخطب والدروس والكلمات والجلسات الشخصيه والدعوه الفرديه فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهم. ده كلام جميل جدا. ايه يا جماعه، حد عنده قرارات تانية هيتخذها بعد تفسير الايه دي؟ يلزم نفسه بالصدق اكتر من الاول. احسنت، ممتاز. ان الواحد فعلا يلزم نفسه بالصدق. ها، ويعني ايه؟ اذا كان الصادقون سيسالون عن صدقهم، فبالتالي انا لابد اجتهد في الصدق. حتى لو اتسالت يبقى السؤال اكيد هيكون اخف من الايه، من سؤال غير الايه، غير الصادقين. يعني لما تسال وانا صادق، غير لما تسأل وأنا إيه؟ وأنا مش صادق. وربنا عز وجل قال فلنسألن إيه؟ الذين أرسل إليهم ولنسألن إيه؟ المرسلين. وبعدين ربنا عز وجل طمأن الصادقين فقال إيه؟ قال الله هذا إيه؟ يوم ينفع الصادقين صدقهم. مع أنهم حيتسألوا
بس صدقهم ايه؟ هينجيهم من النار. تمام كده؟ نعم. جزاك الله خيرا. حد عنده قرارات تاني؟ ها؟ التبني. ابطال التبني. لا احنا عاوزين قرار بقى، انت ده درس مستفاد. مش هتبنى حد تاني؟ مش هتتبنى حد تاني؟ يعني هتمشي العيال اللي عندك؟ اه تمام. تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الامر بالمعروف والنهي. نعم، تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ممتاز. يعني الاهتمام بذلك يعني. تمام. في قرارات تانية يا جماعة؟ طيب، احنا عاوزين نقول حاجة يا جماعة. أني وحدي لا أستطيع أن أقوم بهذه الأمور. صح ولا أنا غلطان؟ لابد من تضافر الجهود واجتماع الكلمة. كلنا نبقى إيد واحدة، كلنا نبقى في عمل جماعي موحد، كلنا نجتمع على نشر الدعوة وتصحيح المفاهيم، مش كده ولا إيه؟ ولا أنا هشتغل لوحده وأنت تشتغل لوحده، كل واحد يشتغل لوحده؟ أديكم شفتوا المشايخ الفرديين، ها؟ يعني أين أثرهم في المجتمع وأين هم الآن؟ وترون ما في ما هم فيه من تخبط وتخبيط، ها؟ لكن الاجتهاد الجماعي والعقل الجمعي لا شك إن بيبقى فيه بركة أكتر بكتير جدا، ها؟ يعني من غير. والمرء قليل بنفسه كثير بإخوان، ها؟ يد الله على الجماعة. إنما يأكل الذئب من الغنم الإيه؟ القاصية. لأن أكون إيه؟ ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الإيه؟ في الباطل. فاجتماع الكلمة يا جماعة ده أهم حاجة، اجتماع الكلمة، ولا تنازعوا إيه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب، آخر فقرة اللي هي العنصر السادس، أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات. هم معنا ثلاث آيات هم. ها، أول آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطور. دي الآية رقم 6. الآية رقم 7، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه رقم 7. رقم 8 والأخيرة، ليسأل الصادقين إيه؟ عن صدقهم وعدل الكافرين عذابا أليما. أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات الثلاث ولماذا؟ الآية التامنة. تامنة. لأن الناقد بصير. ليسأل الصادقين عن صدقهم. لأن الناقد بصير. تمام. يعني فعلا أمر صعب خالص يا جماعة. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فده أمر صعب، يعني كله حيتسأل، حتى المرسلون سيسألون، فلابد أن نعد للسؤال جواب. نعم. حد عنده آية تانية تأثر بها يا جماعة ولماذا؟ طيب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعلها قائدنا للجنة وأن يجعله سائقنا للنار، ألا يجعله سائقنا للنار، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خيرا.